يواصل مهرجان العالمين في دورته الثانية تقديم عدد من الفعاليات المتنوعة سواء الفنية أو الرياضية والترفيهية التي جذبت آلاف الأسر والسياح للاستمتاع بالأنشطة والمزارات التي تناسب كافة الفئات. للمزيد من التفاصيل رصدتها مراسلة دي أم سي شرماندا الدسوقي. نعم، تحياتي مشاهدي دي ام سي الكرام. ما زلنا مستمرين مع حضرتكم في متابعه فعاليات مهرجان العالمين الجديد 2024 في نسخته الثانيه على التوالي تحت شعار العالم عالمين. لدينا العديد من الفعاليات الرياضيه اليوم، اهمها وابرزها هو نهائي مباريات كره السله للرجال والنساء، وايضا نهائي مباريات كره القدم لذوي الهمم للساق الواحد، واستعداد الملعب الخماسي لمباريات واحد ضد واحد. اما اهم وابرز الفعاليات الفنيه والمسرحيه، يستعد مسرح العالمين استقبال مسرحية السندباد للنجمة كريم عبد العزيز والنجمة نيلي كريم، ويستعد المسرح الروماني لاستقبال أول الفنون الاستعراضية من فرقة رضا. أما غدا تستعد مدينة العالمين لحفل الهضبة عمرو دياب، ويعملون على قدم وساق داخل مسرح اليو أرينا لاستقبال عدد كبير جدا من رواد المهرجان المتحمسين لسماع النجم الكبير عمرو دياب لأول مرة داخل مهرجان العالمين الجديدة.